السلام عليكم اخويا الامين المال جمعيه حي النهضه. قلنا هذا المشكل مستمر ديال الماء، دائما كيقطعوا لنا هذا الماء كيقطعوا لنا هذا الماء، وهذه المره هذه راه 7 ايام ما شفنا نقطه ديال الماء. حنا رحنا مع المسؤولين مع النظام الجديد وقابلين كل شيء، ولكن يعطيونا كما كيعطيو الاحياء الاخرين، يعطيونا ساعه ساين ساعات سوايع، يديروا لنا اعلان. حنا رحنا عارفين الماء راه قليل، ولكن يتفهمونا حتى حنا الوضعيه ديالنا. حنا راه 7 ايام واش حنا ما ندوشوا؟ ولادنا ما عاد يدوشوا، ما عاد نصبنوا، ما عاد نسيقوا. والمشكله هو جات مع ديك العاصفه الرمليه، العاصفه الرمليه راه شفتوا كي دارت، ما صبنا، ما سيقنا، ما والو، والماء هذه 7 ايام ما شفنا نقطه ديال الماء. الى يومنا هذا، دونك عاد راه مشينا درنا شكايه للوكاله لسيد الوالد، والمدير ديال الماء، الشركه ديال الماء، ودينا الرئيس البلدي ديال وجده. عاد راه مجاوب المسؤولين ديال الوكاله، راه قال لك غادي نقطعوا على جهه اخرى وغادي نعطيكم الماء. وحنا راه بزاف راه حنا هنا هما اللي متضررين. وحنا مع النظام. هذه 8 يوم ولا 9 يوم وحنا كندحشوا عليه، وبالليل وبالنهار نجاروا بالرجال وبالنصب وبالعيالات، الله يجزيهم بخير يدير معنا شي حاجه باش يولوا حتى ساعتين بالنهار ويعلموا الانسان على حساب، اقسم ما بغينا نعمروا نعمروا.